في البعض بيقول انه حضرتك ما لازم تكون موجود الا يعني بالسجن على هالكلام. ببلد مثل لبنان يتمتع بصيغه العيش المشترك عم بتثير نعرات طائفيه وعم بتحرض الطوائف على بعضها والاديان على بعضها. احنا ببلد الحريات اول شيء. شكلك نسيتي انه لبنان هو بلد الحريات. عم تحترم حضرتك الحريات؟ اكيد. كيف؟ فسر لي. ضمن خطوط، اول شيء ما تتعدي الخطوط الحمراء للاديان، حريتك تنتهي عند انتهاك حقوق الاخرين. انا اليوم عندي حق. اليوم اول شيء هذا الفيديو مجتزأ، لما انا حكيت على شجرة الميلاد، انا حكيت انه انشرت شجرة الميلاد بوقت شركة الكهرباء، انا ببيتي 15 يوم بلا كهرباء، بدها الشركة مني 2200 دولار، مع العلم قدام كلفة إضاءة شجرة الميلاد؟ ما بيمش إضاءة، شو بيهمني إضاءة؟ ليه صوبت على دولار. ما حتى لو شفت شجرة ذكرى المولد، حتى لو شفت زينة ذكرى المولد النبوي الشريف، بدي أحكي نفس الشيء. ليه صوبت على شجرة الميلاد بهيدي الفترة؟ لأني ثابت إني شفتها. كانت تارك كل الدنيا وتارك كل الفساد وكل الهدر ومركز على شجرة الميلاد بموسم الميلاد. أخذتي أنت مقطع أنا مصور، وأنا مصور حد شجرة الميلاد بالمينا وحاطين علي علم فلسطين وعلم لبنان، وقلت ليكو نحن بلد العيش المشترك. يعني مش حضرتك اللي حرقت شجره الميلاد؟ نحن اللي ركبنا شجره الميلاد، انا والاخ فؤاد الدية اسمه ابو سير، نحن اللي حطيناها بساحه النور، ولما احترقت رجع فؤاد الدية رجع ركبها مره ثانيه. حضرتك اتهمت بحرق الشجره السنه الماضيه بترابلس. كيف انا بدي احرقها واذا الشاب اللي معي احد الشباب اللي عندي هو اللي ركبها؟ ليش بدي احرق؟ اول شيء ديننا ما بيسمع لنا لا بالحرق ولا بقتل، لا بالقتل ولا بقتل النساء ولا بقتل الأطفال ولا بهدم المساجد. نحن خلال كل الحرب اللبنانية ما بيسمح بالفتنة، كل الحرب اللبنانية ولا يسمح. نحن الكنائس إلى الآن موجودة، بينما بجبال غير مسموح بمسجد أنه ينحط مئذنة. مئذنة ممنوع بمسجد ممنوع السلطان بجبال. إبراهيم في ترخيص من الآثار ممنوع تنحط مئذنة بقلب جبال. هيدا عيش مشترك. نحن لما نحكى على موضوع جبال بإني أنا قلت إنه شوفوا البوبس وشوفوا النايت وشوفوا الخمور، في مساحة شرعية 80 متر ممنوع على المعابد والدور الدينية إنه ينحط أي شيء من هذا النوع، لا كنيسة. ولو أنا شفت هذا الموضوع أمام كنيسة بدي أطلع أحكي، بدي أطلع أحكي نفس الشيء. أستاذ طرطوسة، مين نصبك تكون يعني عم بتدافع على حقوق الناس بجبال؟ وصوك شيء اهل جبال؟ انت اذا عندك تحت بيتك، اذا انت تحت بيتك في ناس قاعدين عم يشربوا يسكروا، نعم تقبل يبقوا تحت بيتك؟ ما لي علاقه فيهم. كيف ما لك علاقه فيهم اذا انت طالما ما اعتدوا على بيتي؟ طالما ما اعتدوا على بيتي ما لي علاقه فيهم. في دوله انت ما بتلجأ لدولتي. انا عم بلجأ لدولتي. انا لما انت عم تعمل فيديوهات بتصير نعرات. انا قلت انا في فيديو تاني، هذا فيديو مجتزأ، في فيديو وراه وضعت هيدا الملف بعهد الدار الفتوى وبعهدة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، وتم الاتصال بهم. عم تتهمنا حضرتك أنه اجتزأنا؟ لا، الفيديوهات موجودة على السوشيال ميديا، الناس كلها شايفة. أعطيتوا أنتوا فيديوهات، ولكن في فيديوهات مفسرة لهذا الكلام.